بسم الله الرحمن الرحيم. بدء نبغي نشكركم على هذا التواجد ديالكم معنا وتعيشوا معنا هذه المعاناة اللي كيعيش الفلاح. نتوما راه هما الصوت ديال الفلاح. كنشكركم وكنبغيو نواسيو الفلاح بصفه ديالنا منتخب ديال الدائره في بالنسبه ديال الغرفه ديال الفلاحه ديال الجهه الدار البيضاء سطات، وعضو المكتب المسير لهاد المؤسسة اللي عدى واحد الدور مهم وترافعي على الفلاح في القضايا ديالو في المشاكل ديالو. غنهضروا على الموسم الفلاحي ديال هاد السنة ديال 2021-2022 اللي عرف واحد قلة ديال التساقطات واللي أدات إلى شح ديال الكلاء ديال المواشي. كتشوف معايا الحاله كيف راه دايره عندنا هنا في اقليم النواصر، بالضبط جماعه ولاد صالح اللي كننتمي ليها واللي كنمارس فيها هذه المهنه ديال الفلاحه. انا فلاح ابا عن جد، والمهنه ديالنا هي هذه الفلاحه. هذا العام كيبان لك بانه بالنسبه للمحصول ديال الحبوب غيكون شبه من عدم او من عدم. بالنسبه للكلاء راه ما توفرش الماشيه، وهنا غنهضروا على الالتفاته المولويه ديال صاحب الجلاله نصره الله منقذ البلاد دائما في الازمات الصعبه، اللي راه هاد الالتفاته وهاد الدعم المولوي عنده بزاف ديال الدلالات كثيره كيحكي وكيجسد هاد الواقع اللي كيعيش الفلاح. يعني مادام كاينه هاد الالتفاته اذا راه المعاناه ديال الفلاح كثيره، والفلاح كيقاسي مع المواشي. ومشى المحصول راه ديال هاد السنه ديال الفلاحه اللي النشاط ديالو غادي يكون من عدم، وزيد الارتفاع ديال الاعلاف ديال البذور ديال المواد الاساسيه. هاد الشيء جا في الرسائل الضمنيه ديال هاد الالتفاته المولويه ديال صاحب الجلاله. نتمنوا الترشيد ديال الحكومه ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي عندنا الثقه فيها، واللي نتمنوا من الله انها نتجاوزوا هاد المحنه بالصبر ديال الفلاحه اللي معتود عليهم دائما الصبر، ويعاونوا البلاد والحكومه ترشد هاد الالتفاته المولويه وتنزلها على الارض الواقع، ويستافدوا منها الفلاحه البسطاء الضعفاء المنسيين اللي ماشي على رؤوس الاصابع الفلاحه الكبار، خاصه وان هذه المنطقه ديالنا حنايا ما منخرطوش في العمليه ديال التامين. اذا ما غاديش يكون عندهم نصيب في 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 التعويض ديال التامين على 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 الجفاف. حنا من هذا المنبر بغينا حتى الفلاحه اللي ما امنوش حتى هما يكون عندهم واحد النصيب من هاد الالتفاته المولويه ديال صاحب الجلاله اللي كتقيس جميع الفلاحه وجميع الرعايا ديالو اللي كينشطوا في هذا العالم القروي اللي كيعطيه اولويه كبيره. هو العمود الفقري ديال المغرب. راه كتعرف القفوه ديال المواطن المغربي كلها جايه والاغلبيه ديالها من البوادي ومن الفلاح اللي كيكد ويجتهد باش يوصل الانتاج ديالو للسوق المغربيه باش ما يكونش عندنا خصاص. خاصه هاد السنه راه كاينه ظروف عالميه ديال الارتفاع ديال الاسعار ديال المحروقات كانت غاليه، الزريعه كانت غاليه، المواد الاساسيه ديال الفلاحه بحال لي زونغري وهادو كانوا غاليين، دابا الاعلاف بالنسبه للمواشي غاليين. اذا نتمنوا من الله نتجاوزوا هذه المحنه بترشيد ديال النفقات وبواحد الاستراتيجيه اللي توضعها الحكومه اللي تنزل النظره ديال صاحب الجلاله والدعم ديالو اللي بغى يوصل للمواطن. وعندنا الثقه الكافيه الحمد لله في رئيس الحكومه وفي الاجهزه اللي كتشتغل معاه، في وزير الفلاحه خاصه انه ولد القطاع وملم بالمشاكل ديالو. ونتمنوا الله يوفقه، ونتمنوا نتجاوزوا هذه المحنه، ونتمنوا الحكومه توضع في التصورات ديالها النشاط ديال السنه المقبله ان شاء الله اللي غيخصوا واحد بذور للزريعه، وغيخصوا دي زونغري، وغيخصوا يكون الفلاح مستعد، لانه دابا الفلاح فابل ما بقات لا زريعه لا كل شيء مشى. اللي مشات في الزريعه
وراه دابا كتشوف فيها كيفاش نوقع عليها، واللي مشات العلف ديال المواشي مشات. اذا خاص يوضعوا واحد استراتيجيه دابا باش نتجاوزوا هذه السنه اللي كتعرف الجفاف وكتعرف المحنه، ونكونوا مستعدين للسنه المقبله ان شاء الله اللي نتمنى والله تكون عندنا فيها نسبه ديال الامطار طالعه ويكون فيها الخير ان شاء الله على المغرب. وشكرا.